بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. إلى تأملات قبل ذكر علاج غض البصر. البعض أحبابي يقول أنا لا أستطيع أن أصرف بصري، وأن عيني تهوى كل جميل، وأن قلبي أخضر، فكلما رأيت جمالا ما استطعت أن أصرف البصر، وكلما تبت المغرب انتكست بعد العشاء، وإذا تبت بعد العشاء أيقظني الشيطان في هزيع الليل الآخر حتى أرى بعض المقاطع، وكلما أردت أن أصرف بصري دعتني نفسي الأمارة بالسوء بأن أنظر آخر مرة، وكلما تبت وبكيت انتكست من جديد. فأقول هل حقيقة لا يستطيع أحد منا أن يصرف بصره؟ أول أمر، أول تأمل، هل الله يأمرك بشيء أنت عاجز عن تطبيقه؟ هل الله عندما يأمر بالعفة وأن تغض بصرك، هل الله يأمرك بأمر أنت لا تستطيع تحقيقه؟ الله لا يأمرك إلا بما أنت قادر عليه، لأنه هو الذي خلقك، لكنه جعل العين والإبصار بها في الحرام، جعلها امتحان الإيمان، امتحان القلوب. ثم إني تأمل، لو قيل لأحدنا وهو في غرفة وحده سندخل عليك فتاة جميلة جدا جدا، وهذه المرأة لا ترد يد لامس، لكن قبل ما تدخل بنقول لك خبر حتى ما نكذب عليك، تراك في كاميرا تصورك، في كاميرا تصورك كل حركة ستفعلها معها. دخلت المرأة عليه، أسألكم بالله أتهم نفسه بمد يده أو بقربها؟ ليه؟ خايف من إيش؟ الله يعظم أجري وأجرك، خايف من الكاميرا، خايف من الكاميرا. لماذا؟ لأنها تصوره. طيب فرصة، هي تدعوك، هي تقول هيت لك، هي تقول تهيأت لك. قال ولو إن هذه اللذة التي لو قضيتها معها تعقبها الفضيحة، أخشى ينشرون الفيلم أو يورونه الوالد أو تشوفه أمي، وأنت تخاف من أمك ومن أبيك ومن الهيئة أكثر من الله. إذن أنت قادر على أن تصرف بصرك عن امرأة لأن هناك من يراقبك، صحيح أم لا؟ تأمل معي أمرا آخر، امرأة أيضا جميلة، لكن لا يوجد كاميرا، لكن قيل لك عندما دخلت أو أدخلت في بلاد بعيدة خذ ما شئت منها، لكن ودنا نخبرك بأمر، المرأة مصابة بالإيدز أو عندها التهاب رئوي سل تعدي بالعطس والكح واللمس أو اللعاب، أيدنو منها؟ لماذا؟ الأولى خايف من فضيحة الخلق، هذه الآن خايف على صحته ولا لا؟ خايف على الصحة، إيدز والله لا، جميلة واخي بلا جميلة يا شيخ، هذه ستوردني الهلاك، تخاف على صحتك والأولى من فضيحتك، ولا تخاف من الله. سؤال ثالث، أنت داخل على اللابتوب ودخلت صورة امرأة شبه عارية، قالوا لك الآن تستطيع أن تراها في جميع الأوضاع المخلة، فقط انقر على الصورة، وتحت رسالة إن هذه الصورة محملة بفايروس قد يدمر اللابتوب كله. تدخل الله يحفظك وأنت عارف أن الفايروس هذا يجيب جميع ملفاتك في خبر كان المحذوف وجوبا، ويدمر مالك ولابتوبك أو جهازك المحمول، والله لن تفعل. لما؟ خوفا على مالك. إذا خوف من الفضيحة ما تقرب الحرام، خوف من المرض ما تقرب الحرام، خوف على المال أيضا ما تقرب الحرام. ومثال جميل قاله بعض الدعاة وهو جميل، لو قالوا أن رجلا مع سيف ووقف وأنت تمر، قال قف فوقف والسيف مشهر، قال اسمع امرأتي الآن تخرج مع الباب عريانة، والله لو تنظر إليها لأطير راسك، ترفع راسك يا حبيبنا، وهي مرة فاتنة، هي متجردة، والله يا أخي انت غمض وتحط وجهك على الجدار، يا أخي انظر ولو خلسة لن يعلم، يا أخي انت مجنون، انت هذا مع السيف، والله أني أخشى أن أرى عيني وقد طارت. أنت خايف من هذا السفاح
أن يقترك إذا رأيت حرمة له. أين حرمة الله؟ أين خوفك من الله؟ أين الذي وهبك النظر؟ أيضا الذي عافاك وابتلى غيرك بالعمى، عافاك وابتلى غيرك بالمرض، عافاك تقضي حاجتك دون حاجة للخلق؟ أين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ إذن أنا أستطيع أن أكف بصري بشرط أن يكون الله عظيما في قلبي.